الرئيس السيسي يبحث تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر. فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن يخدم أيضا القارتين الإفريقية والأوروبية، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حالياً في مجال الطاقة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مستشفى العلمين النموذجي من المشروعات العديدة التي حظيت باهتمام كبير، حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى نظرا لأهميته كصرح طبي يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح والعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية. وخلال تفقده لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين افتتح مدبولي وحدة الرنين
القوانين المغناطيسية الجديد التي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين مؤخرا، ثم افتتح رئيس الوزراء وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى والتي تم تشغيلها مؤخرا. كما حرص مدبولي على تفقد مختلف أقسام المستشفى للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمرضى بمستوى عال من الكفاءة والتفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحقيقه يوم سعيد جدا ان انا يعني بشرف بصحبه زملائي معالي الوزراء، وطبعا سياده اللواء محمد امين مدير صندوق تحيا مصر، السيد محمد العبار رئيس شركه اعمار مصر، والحقيقه العديد والسيد محافظ مطروح النهارده، عشان الحقيقه نتفقد اعمال التطوير الشامل اللي بتتم في قريه سيدي عبد الرحمن كنموذج يعني شديد التميز للشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الدولة ممثلة بكل أجهزتها، المجتمع المدني طبعا صندوق تحيا مصر، يعني هذه المؤسسة العملاقة يعني الحقيقة اللي النهاردة بقت ليها أيادي بيضاء في كل ربوع مصر، وأيضا طبعا القطاع الخاص ممثل في شركة إعمار مصر والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية اللي بتساهمت في تطوير هذا الصرح الكبير جدا اللي احنا النهارده بنتفقده، مجمع الخدمات، مجمع خدمات تحيا مصر في قريه سيدي عبد الرحمن. الحقيقه النموذج يعني على احدث مستوى مما يمكن ان تكون عليه المجمعات الخدميه، وهنا يمكن مش فقط مجمع خدمات حكوميه، يعني الحقيقه انا يعني دخلت وشرفت بتفقد العديد من المباني النهارده هنا، مجمع الخدمات الاجتماعيه، مجمع الخدمات الوحده المحليه نفسها، الحقيقه ورش للصناعات اليدويه اللي بتتميز بيها اهالي مطروح. شفنا طبعا العديد من الخدمات، البريد الشهر العقاري، المجمع التكنولوجي للخدمات الخاصة بالوحدة المحلية، الحقيقة بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ السلعية والتجارية اللي موجودة. الحقيقة كل ده بتصميم على أروع ما يكون، والنهاردة بقت بتتقدم خدمة لأهالي مطروح وفي قرية سيدي عبد الرحمن بالتحديد، ولكن بقت بتخدم أعتقد مصر كلها، يعني أي مواطن مصري النهاردة موجود في الساحل الشمالي بيقدر إن هو يستفيد من كل هذه الخدمات. الحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة إن أنا أوجه كل الشكر والتقدير طبعا لي يعني زملائي في الحكومة، ولكن يعني شكر خاص جدا 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 لصندوق تحيا مصر، واللي طبعا هذا الصندوق الحقيقة يعني أداة تنفيذية يعني مميزة جدا للعديد من المشروعات اللي تخص المجتمع، تنمية المجتمع المحلي، والعديد من المشروعات العملاقة اللي يعني تبناها هذا الصندوق العظيم. وأيضا شكر لشركة إعمار مصر وكل الشركات اللي الحقيقة ساهمت في بناء هذا الصرح العملاق اللي إن شاء الله بنتمنى أن يتم تكراره وتعميمه على كل محافظات مصر، لأن ده الحقيقة نموذج حضاري على أعلى مستوى. وإن شاء الله يمكن أنا لسه مع زملائي الوزراء هنتفقد بقية المشروعات الخدمية اللي موجودة سواء في مجال الصحة والتعليم والرياضة، شباب والرياضة، يعني الحقيقة العديد من الخدمات اللي موجودة النهاردة واللي هنشوفها كنموذج بإذن الله الدولة المصرية قادرة إنها تكرره في كل ربوع مصر. إحنا عندنا المشروع العملاق، مشروع حياة كريمة اللي بيتنفذ على مستوى قرى الجمهورية، ولكن هذا أيضا نموذج جديد ومتفرد في المناطق الحضرية اللي ممكن إن إحنا نكررها إن شاء الله. بشكر حضراتكم جميعا. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء استعرض الوزير المشروعات القومية والتنموية التي تشارك في تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية،
مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات استراتيجية مصر للمياه، تساهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، وذلك سعيا لامتلاك الإمكانيات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحالية. وخلال اجتماعه لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أوضح مدبولي في هذا الصدد سرعة الترويج لمقاصد مصر السياحية واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة. ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية السياحة العلاجية ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة. وأكد مدبولي استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر على الفور. وطلب رئيس الوزراء بأن يتم الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية من أجل تحقيق المستهدفات في هذا القطاع الحيوي، وسيبدأ تنفيذها على الفور. شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال المؤتمر السنوي 11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية والمنعقد في جنوب إفريقيا. وخلال كلمته أكد رئيس مجلس النواب أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائي تعد في صدارة الاهتمامات للقارة الإفريقية، لكونها تشكل تهديدا وجوديا للشعوب والمجتمعات الإفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي الإفريقي. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر نظيره اليوناني الفريق أول قسطنطينوس فلوروس والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فولوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية. وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكري بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.
ونقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتهنئته للمعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى مشيدا بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذي وصلت إليه تلك المعاهد والتي تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل والتطوير داخل القوات المسلحة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد والمنشآت التعليمية للاطمئنان على العملية التعليمية التي تم تطويرها وتحديثها وفقا لأحدث النظم العلمية. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة. وعودة إلى نشاط رئيس الوزراء اليوم، حيث ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من مدينة العالمين. رامي، هل لك أن تضعنا في تفاصيل المشهد اليوم وافتتاحات رئيس الوزراء؟ مرحبا بك وبكل متابعينا من مدينة العالمين، تحديدا من داخل مجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن. هذه القرية التي شهدت نشاط كبير اليوم، وهنا أيضا في مدينة العالمين نشاط كبير اليوم لرئيس مجلس الوزراء برفقة عدد من الوزراء، منهم وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيضا عدد من المحافظين ووزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح. أيضا كان هناك زيارة قبل مجمع الخدمات الذي أقف الآن بصدده، كانت هناك زيارة لمستشفى العالمين النموذجي وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بهذه المستشفى أمام الجمهور، والتجهيزات التي تتواجد أيضا والأدوات التي تتواجد بهذه الوحدة بمستشفى العالمين النموذجي. ثم تلاها أيضا التواجد هنا برفقة مجموعة من الوزراء لافتتاح مجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن. هذا المجمع الذي يشمل عدد من الخدمات، منها خدمات بنكية واقتصادية ومالية، وأيضا خدمات على المستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي أيضا. ورأينا أيضا مكتبة للأطفال هنا وللشباب، أيضا عدد من الخدمات الخاصة بالمجتمع المدني هنا في هذا المجمع. ورأينا أيضا هناك افتتاح بعد قليل لعدد من المدارس، الجانب التعليمي حاضر بقوة، فرأينا اليوم نشاط موسع لرئيس مجلس الوزراء برفقة مجموعة كبيرة من الوزراء في جميع المناحي. رأينا افتتاح وحدة بمستشفى العالمين النموذجي، والآن مجمع خدمات هنا تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن. شكرا جزيلا رامي محمد. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفعة جديدة، هي الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية
بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلا ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية. وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية. وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة، وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع. ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل. كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية. العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين، ما تقدرش ان انت تشتغل سياسة فقط بدون ما يكون عندك قوة رادة وقوة يعني تجعل العالم ينظر اليك باحترام وتقدير. وبالتالي ده كان يمكن المبدأ الاساسي اللي دفع القيادة السياسية بان هي تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج. انا اعتقد ان هو مفيد جدا، ويمكن من سوء حظنا احنا يعني ناس كبار في السن ان احنا لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا، ولكن اعتقد انه هذا الموضوع اعتقد هيكون مفيد جدا للاجيال القادمه، وهيفيد الدبلوماسيه المصريه، وهو بيصب في النهايه في الامن القومي المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهوريه مصر العربيه. والله احنا دايما بنقول ان هو الدبلوماسي لابد ان تتوفر فيه بعض المواصفات، اهمها هي الصبر والجلد. واحنا يعني النهارده الدوره دي بقى بتخلق لنا نوع من البعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل، الدبلوماسي الذي يقاتل من اجل مصالح بلده ومن اجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج. احنا قضينا هنا 6 شهور كانوا فتره تعايش فعال مع اشقائنا واخواتنا في الكليه الحربيه، عرفنا فيها اكتر عن مؤسسه القوات المسلحه وازاي بيتم اعداد الفرد المقاتل، وتعلمنا برضو بعض المهارات الاساسيه اللي هي هتكون ضروريه في حياتنا الدبلوماسيه، زي قوه التحمل، زي التعامل مع المتغيرات، العمل تحت ضغط. على المستوى المعرفي التجربه بشكل عام كانت مفيده جدا، وساهمت انها ترفع ثقافتنا وتزود معلوماتنا. على المستوى البدني فالدوره يعني طبعا بفضل طوابير اللياقه اليوميه ساهمت انها ترفع كفاءتنا البدنيه، وكمان على المستوى المهاري الدورة ساعدتنا ان احنا نكتسب او ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي، زي الانضباط، القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مهارات القيادة، إدارة الوقت. دوت هيساعدنا جدا، مش لازم فقط في الحياة الدبلوماسية من بعد، ولكن الحياة الشخصية ذات نفسها برضو في الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها، الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا، يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل اي من الاحداث اللي بتحصل حاليا. فدلوقتي في نوع من التاريخ العسكري، في الفكر الاستراتيجي العسكري، كل المواد دي تساعدنا ان احنا نقدر لما نيجي احلل لقضيه معينه وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم، يبقى عندي الوجهتين اللي اقدر احلل بيهم واللي انا اقدر اقدم بيهم توصيات لصانع القرار ان احنا نقدر ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل اكمل وجه من خلال ترابط العسكرية والدبلوماسية مع بعض.
وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات تصل إلى 208 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 39 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 154 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 25 طن أقماح محلية. نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع. إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية وعي المجتمع ضد مخاطر الشائعات ومخططات إسقاط الدولة، تواصل الوزارة تنظيم ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، حيث نظمت أكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل تحت هذا العنوان بمقر مركز بحوث الشرطة لكوادر المجلس القومي للمرأة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال. الندوات دي بتبقى مفيدة جدا لنشر الوعي المجتمعي باللي بيحصل في البلد. أكاديمية الشرطة يعني بتساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر الوعي والانتماء لمصر وكل طوائف الشعب المصري. بشكر طبعا وزارة الداخلية لأنها يعني فكرت في أنها بتنسق ورش عمل مهمة بالحجم ده، خاصة مع كثرة أو بعض النداءات التي تنادي بالتخريب أو بإسقاط الدول ليس في مصر وحدها ولكن في دول كثيرة. أعتقد أن الوعي هو أهم سلاح المصريين محتاجينه في الفترة دي علشان يقدروا يعرفوا إزاي يحموا بلدهم وإزاي يعني يدافعوا عن نفسهم وهويتهم وعن ولادهم ومستقبلهم. في تقديري وفي نظري أن هذا التوجه شديد الأهمية وهو مؤشر ومعيار كبير لثبات ورسوخ خطوات الدولة المصرية على سبيل البناء وتحقيق لقضية الجمهورية الجديدة وخطوة على سبيل بناء الوعي عند المصريين. تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات المتعلقة بمفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات وإثارة الرأي العام وجهود الدولة المصرية لإحباط المخططات التي تحاك لإسقاط الدول. المحاضرات قيمة جدا، اتكلمنا فيها على مجموعة من الأمور المختلفة زي حروب الجيل الرابع اللي هي أخطر حاجة، الحرب النفسية وحروب الشائعات وإزاي أن أنت تقتضب حد من الجمهور وتدخله فكرة في دماغه وتأثر عليه. أنا عن نفسي استفدت كتير جدا وعرفت معلومات كتير قوي مهمة وهتفيدني في شغلي لأن احنا بنتعامل مع المرأة المصرية في كل المحافظات. وتسهم تلك الورش في رفع الوعي لدى كافة الفئات المشاركة فيها لما يحاك ضد الدول وكيفية التصدي للشائعات، وهو ما أكد عليه المشاركون الذين أشادوا بالدور التوعوي لوزارة الداخلية والذي يعد امتدادا لدورها الأمني. فعلا الجهاز الحكومي للدولة لازم يكون كل فرد فيه على علم بمخططات إسقاط الدولة وإن إزاي نقدر نواجهها سواء من خلال عملنا في الجهاز الحكومي أو من خلال تواجدنا في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي أي مجتمع بنتواجد فيه. ورشة العمل كانت أكثر من رائعة، أكثر من متحدث، اتكلموا في موضوعات كلها مهمة. كان في معلومات كتيرة غايبة عننا عرفناها نقدر إن شاء الله نوصلها للأجيال ونوصلها وخاصة للشباب، نوصلها أكتر وأهم حاجة للأم عشان الأم هي اللي بتقدر تدي التوعية الأكتر لأولادها ولأسرتها.
الورش التدريبية التي عقدتها وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر إسقاط الدول شارك فيها العاملون بالجهاز الحكومي والنقابات العمالية وطلاب الجامعات المصرية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي مستمرة لرفع الوعي بين كافة فئات المجتمع والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية. وصلت حركة الملاحة بقناة السويس انتظامها وسجلت التقارير الملاحية اليوم عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن. ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا على امتلاك الهيئة للخبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي الفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. كما أشار ربيع إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود إنفينيتي. من جديد نجحت هيئة قناة السويس في إثبات القدرة المصرية في إدارة القناة التي تعد واحدة من أهم ممرات حركة التجارة العالمية، بعدما تمكنت وخلال وقت وجيز من إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود أفينتي بعدما جنحت بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها. وكعادتها في سرعة الاستجابة الفورية، شكلت هيئة قناة السويس مجموعة عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. وأعادت ناقلة الوقود إلى الأذهان نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن التي جنحت في المجرى الملاحي للقناة في مارس من العام الماضي، حيث بذلت الهيئة جهودا كبيرة من أجل تعويم السفينة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من الجهات الدولية. قناة السويس تعتبر همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك، فهي تربط بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وتوفر ما بين 8 إلى 11 يوماً أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح. وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس، حيث ساهم ذلك في تقليص فترة العبور إلى نحو 11 ساعة إضافية. ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن أنها أطول قناة ملاحية في العالم، وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليل نهار، وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلا عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكتشف ويتابع حركة السفن على طول القناة، ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ. إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن بعض خبراء الوكالة سيبقون في محطة زابوريجيا النووية بعد مغادرة البعثة. وأوضح جروسي أن بعثة الوكالة أجرت تقييما أوليا للموقف داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيرا إلى إجراء البعثة تقييما أوليا للموقف داخل المحطة النووية الأكبر في قارة أوروبا. Recently, a few minutes ago, I have been briefed by the Ukrainian regional military commander here about... لا تزال روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات منذ أسابيع بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فالجانب الروسي أعلن أن قواته قضت على مجموعتين للجيش الأوكراني بعد محاولة للهجوم على منشأة زابوريجيا. ففي بيان للجيش الروسي أوضح أن كييف تواصل الاستفزاز الذي يهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحداث تهديد بكارثة إنسانية في المحطة النووية.
النووية. وأضافت موسكو في بيانها أن المدفعية الأوكرانية قصفت أحد مباني مجمع معالجة النفايات المشعة الصلبة داخل محطة زابوريجيا، موضحة أن الوضع الإشعاعي في المحطة ظل طبيعيا في الوقت الذي يراقب فيه الموظفون المنتظمون الحالة الفنية للمحطة النووية ويضمنون تشغيلها دون انقطاع. أما الجانب الأوكراني فقد اتهم موسكو بقصف المدينة التي تحتوي المحطة النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتهمت كييف موسكو أيضا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا واستخدامها قاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية، وهو الأمر الذي نفته موسكو من جانبها، وأكدت أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها. الاتهامات المتبادلة دفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثة للتفتيش على محطة زابوريجيا النووية بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر الماضي، مع اتهام بين كل من أوكرانيا وروسيا وإلقاء باللوم على الأخرى في شن هذه الهجمات. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل كروسي يرأس شخصيا هذا الفريق المكون من 10 أفراد على الأقل لتفتيش المحطة النووية لتقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المحطة وتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل بشكل فعال. وفي محاولة لتهدئة الوضع في المحطة دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات التفتيش. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تطلعه إلى أن تكون زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا موضوعية. وقال لافروف في كلمة له إن موسكو ترغب في أن يتواصل العمل في محطة زابوريجيا بشكل آمن وألا تكون هناك كارثة نووية، مشيرا إلى أن هناك من يريد إفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية. كان يجب مناقشتها، ولكن دول البلطيق قد صرحت بأن روسيا لا يجب أن تحصل على نظام رفع التأشيرات قبل أن تحصل عليه أوكرانيا وجورجيا. وعلى أي حال لقد استنتجنا العبر على مدى سنوات طويلة، وكل مرة عندما تصرف شركاؤنا بشكل غير صحيح كنا نحاول التحدث إليهم واستنتاج العبر معهم والسير باتجاه تنفيذ الشعارات التي يرفعونها بأنفسهم، لكن كل ذلك كان هباء. وبالتالي نحن اقتنعنا بعدم قدرة الغرب على الحوار، وكذلك الأمريكان لقد قاموا بقطع كل القنوات التي تحدثت عنها وكل منصات التعاون، وبالتالي لا يمكننا التعويل عليهم بعد تلك العقوبات التي فرضوها علينا. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية. وأضافت زاخاروفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة مع الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا. نعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية. لقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا. إننا نتعامل مع هذه القضية منذ 3 أشهر بعد أن نسقنا الرحلة في 3 يونيو الماضي وتشكيل المهمة ووقتها والمسارات وما إلى ذلك. Проклятые!
أوقفت شركة غاز بروم كامل إمدادات الغاز بموجب العقد مع شركة الطاقة الفرنسية إنجي، وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع كامل تكاليف إمدادات الغاز لشهر يوليو. وأكدت غاز بروم أنها لم تتسلم المدفوعات الكاملة من الشركة الفرنسية للغاز، والذي تم توريده بموجب العقود الحالية في يوليو بنهاية يوم العمل في 30 أغسطس ضمن الفترة المحددة. ولهذا السبب اخترت الشركة الروسية شركة إنجي القابضة بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز من الأول من سبتمبر وحتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل. انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فيما تراجع تسريح العاملين في شهر أغسطس الماضي، مما يتفق مع الطلب القوي والأوضاع الشحيحة في سوق العمل الأمريكية. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 5000 طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ حوالي 232,000 في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس الماضي. وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الأمر الذي أثار خطر حدوث ركود، فإنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تسريح العاملين على نطاق واسع. أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتد على 4 أعوام. وأكد صندوق النقد أن أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق هو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، حيث تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية والتي تبلغ 51 مليار دولار في منتصف إبريل الماضي. Reached staff level agreement to support Sri Lanka's economic policies with a 48. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في تطور جديد، تايوان تعلن إسقاط أول طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي، والصين تواصل مناوراتها في محيط الجزيرة. في الشأن العراقي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة في العراق إلى الانخراط في حوار وطني لصياغة طريق مشترك للمضي قدما بما يتفق مع دستور العراق وقوانينه. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي دعم الولايات المتحدة للعراق لعراق مستقل وذي سيادة. وأشاد بايدن بأداء القوات الأمنية العراقية وبقيادة القاظمي للأوضاع خلال تصاعد وتيرة التوترات والعنف، معربا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء في المعارك الأخيرة. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الأحداث التي جرت مؤخرا بالبلاد مؤسفة وغير مقبولة، ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف، مشيرا إلى أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني. جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والعمل على عدم تكرار الصدمات المسلحة التي جرت مؤخرا.
نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق وقوع اضطرابات أمنية في محافظة البصرة، وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في حادث قتل في مركز المحافظة، موضحة أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها وأن الموقف هادئ تماما مع انتشار القوات الأمنية. أسقط الجيش التايواني لأول مرة طائرة مسيرة مدنية مجهولة دخلت المجال الجوي قرب جزيرة متاخمة لساحل الصين، وذلك بعدما تعهدت الحكومة باتخاذ تدابير جديدة صارمة للتعامل مع مثل هذه الانتهاكات المتزايدة. وتجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة منذ مطلع الشهر الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وكانت تايوان أطلقت طلقات تحذيرية على مسيرة للمرة الأولى الثلاثاء الماضي بعدما أصدرت الرئيسة تساي أوامر للجيش لاتخاذ تدابير مضادة قوية ضد ما وصفته بالاستفزازات الصينية. أطلقت روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها عدة دول من بينها الصين والهند وسوريا وبيلاروسيا، وتجرى المناورات التي أطلق عليها اسم فوستوك 2022 من الأول وحتى السابع من سبتمبر الجاري في أقصى الشرق الروسي، حيث بدأت التدريبات بمناورات للمقاتلات وتحركات لوحدات الدفاع الجوي وعمليات محاكاة لإزالة الألغام في بحر اليابان حسب ما قالت وزارة الدفاع الروسية. مددت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية الكفالة المؤقتة للإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بإدلائه بتصريحات تناول فيها قاضية مسؤولة عن اعتقال مسؤول في حزبه. ويأتي هذا التمديد عقب منح محكمة ابتدائية عمران خان مهلة أسبوع للرد على تهم موجهة ضده بازدراء المحكمة ومسؤولين في الشرطة في قضية منفصلة مرتبطة بتصريحاته أيضا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة والتي شددت على أنه يجري حاليا العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 من أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، وهو الأمر الذي أشاد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن وسط الأزمة التي يشهدها العالم. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بدأت مديريات التموين على مستوى الجمهورية صرف السلع الغذائية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، حيث وجه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية. أول يوم أهو في الصرف، المواطنين بدأ عليهم السعادة زي ما أنتم شايفين، ومفيش تدبر من حاجة، وبيتم الصرف 100 جنيه للأسرة الواحدة، 200 جنيه للأسرتين أو ثلاثة، و300 جنيه لثلاث أسر في أكثر، علاوة على السلع التموينية اللي بتصرف الطبيعية اللي بتصرف كل شهر، الزيادة دي لمدة 6 أشهر. إحنا عندنا الحملات مستمرة خلال اليوم على مدار الشهر،
عندنا حملات بتطلع من المديريه وعندنا حملات من الادارات التابعه للمديريه. على مدار اليوم في حملات الصبح وفي حملات بعد الظهر بيتابعوا المخابز والبقالين والاسواق. الحزمه الاستثنائيه التي اقرتها الدوله تتضمن اضافه 100 جنيه على بطاقه التموين المسجل عليها اسره واحده، واضافه مبلغ 200 جنيه للبطاقه التي تشتمل على اسرتين او ثلاث اسر، بينما البطاقه التي تتضمن اكثر من ثلاث اسر سيتم اضافه 300 جنيه اليها. ده كوبون لبطاقه خمس افراد 225 واخد 100 جنيه بقى 325، دي بطاقه اربع افراد ب 200 جنيه طلع له كوبون بقى ب 300 جنيه، فبقى يبقى واخد ال 100 جنيه كمان يبقى كده 300 جنيه. بالنسبه للمواطن بيطلع له كوبون على العيش، كوبون العيش بيطلع له من تحت كده الكوبون يطلع له جالك 100 جنيه لمده 6 شهور 200 جنيه لمده 6 شهور، فالمواطن بيبقى عارف قبل ما يجي يصرف من التموين بيبقى عارف ان هو جاي له 100 او 200 او 300. عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لدعم المواطن يصل الى 36 مليون مستفيد، وستكون الزياده من 100 جنيه وحتى 300 جنيه على حسب اعداد الاسر قيادة بكل بطاقة تموينية تخفيفاً عن كاهل المواطنين ودعماً جديداً للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من الأخبار بصحبة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكراً محمد، شكراً إلهام، وأهلاً بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة وتوفر الدعم الكامل له، وخلال اجتماعه مع وزيري المالية والتجارة والصناعة أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفاً واضحاً بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وكذلك متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي. وقد شدد مدبولي على ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق المال الأوراق المالية المصرية، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفية. وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، أوضح مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربية المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحالية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة رقم 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وقد سلم الوزير رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المملكة المغربية. من ناحية أخرى شارك وزير التجارة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاوة على ترويكا القمة التنموية في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بلبنان في عام 2019. We'll be right back.
نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو 5,400,000,000 جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 679,800,000,000 جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1,500,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,998 نقطة لينخفض بنسبة 62% ويغلق عند مستوى 9,936 نقطة. انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي فتح عند 2,201 نقطة لينخفض بنسبة 1.63% ويغلق عند مستوى 2,165 نقطة. الانخفاضات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي انخفض بنسبة 1.44% وأغلق عند مستوى 3,107 نقاط. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط. وقد تراجع المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 1.2%، وفي قطر تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8%، وفي أبو ظبي أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض بنسبة 1.6%، كما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه الصباحية وأغلق متراجعا بنسبة 0.8%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام ومحمد، إليكم. شكرا لك مرفت. بأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة السادسة، بقي نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يبحث تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر. فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة. نهاية النشرة. أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.